إذن في يوم التروية نفتح نافذة من الأراضي المقدسة من مكة المكرمة، ينضم إلينا موفد قناة ترتي عربي من هناك أيضا أشرف البلقيني الذي يستضيف عضو المجلس الأعلى لشؤون الدينية في تركيا الأستاذ خالص أيدمير. نعم محمد، صباح الخير، تقبل الله من الحجيج حجهم ورزقكم وجميع الزملاء والمشاهدين والمشتاقين حج بيت الله الحرام والوقوف بعرفة العام القادم إن شاء الله تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، وأتم الحج والعمرة لله. ما أعظمها من تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية التي تلهج بها ألسنة الملايين صباح مساء في مكة المكرمة وهم يؤدون الفريضة، وتلهج بها كذلك ألسنة الملايين حول العالم وهم يشاهدون هذه المناسك أمام شاشات التلفاز وخلف أصوات المذياع. محمد، نحن هنا في مكة المكرمة في مقر البعثة الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية التركية في منطقة العزيزية الشمالية، وهي منطقة تتوسط المناسك جميعها في أو جميعها في مكة، ما بين الحرم وعرفات وما بين منى ومزدلفة والجمرات. وللعلم أن المسافات ما بين هذه المناطق بالتحديد هي 5 كيلومترات بين الكعبة ومنى، و3 كيلومترات بين منى ومزدلفة، و7 كيلومترات بين مزدلفة والجمرات، و9 كيلومترات بين مزدلفة وعرفات. أما المسافة الأطول في المناسك فهي ما بين عرفات إلى الكعبة وتبلغ 22 كيلومترا. إنه صباح اليوم 8 من شهر ذي الحجة، هو يوم التروية الذي يحرم فيه الحجيج أو الحجاج في هذا اليوم، إما ذهابا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وبدء المشاعر، أو ذهابا مباشرة إلى عرفات في المساء والمبيت ثم بدء المناسك بالوقوف في عرفات. يعني حول هذه الأعمال في أعمال الحج وكذلك حول المقاصد والغايات من فريضة الحج، نسعد بكم مشاهدينا بضيفنا وضيفكم عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا الأستاذ الدكتور خالص أيدمير. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، تقبل كل الله عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم يا رب. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله صالح أعمالكم إن شاء الله. نعم دكتور خالص، حججت من قبل؟ نعم، حججت كثيرا عندما كنت في صغري، لأنني نشأت في المملكة العربية السعودية، حوالي 6 حجج كنت فيها، وبعد ما رجعت إلى تركيا حجيت مرة سابقة والآن الثانية إن شاء الله. تقبل الله ورزقك الله دائما الحج والعمرة أبدا مع حيث. اللهم آمين. دكتور، كما نقول هذا يوم التروية وهو اليوم 8 ومعه تبدأ الأعمال، وربما البعض يربط ما بين العمرة ويعني طواف القدوم إلى الكعبة، يعني نريد أن نفهم في خطوات أعمال الحج قبل أن نعقب على عمل عمل يعني. طيب شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طبعا الحج هو من مناسك الله سبحانه وتعالى الذي علمه إبراهيم عليه السلام بداية، حينما قال ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وقال جل وعلا في آية أخرى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. فبالأساس كل الأعمال التي هي من عبادة الله سبحانه وتعالى هي لذكر الله من البداية. أما في الحج وهي ركن من أركان الإسلام، فيدلنا هذا الركن إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، إلى التسليم لله عز وجل، وهذا فالله سبحانه وتعالى عين له مكان خاص وهو البيت الأول. قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهي بيوت من بيوت الرحمن ولكنها الأولى من نوعها، وهذا يجعلنا نفكر بأنها قد أسست، من المحتمل أنها قد أسست من قبل سيدنا آدم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى بعد مئات السنين
حينما غابت عن وجه الأرض أرى مكانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فجاء إبراهيم عليه السلام ورفع القواعد من البيت، فقال عز وجل في تلك الآية أن لا تشرك بشيئا. فهذه الخطوة الأولى أو الموقف الأول من الحاج عندما يأتي ويطوف بالبيت ببيت الله الحرام، وهذه هي الطواف القدوم. فهذا الطواف بهذا الطواف يتعلم الحاج ويعلن بأنه لا إله إلا الله ولا معبود سواه، لأن الله عز وجل قال أن لا تشرك بشيئا، فهذا هو الأساس وهذه هي البداية. فيمثل هذه البداية أن الشخص يتخلص من الشرك كما قال عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن الكعبة تمثل أننا نعبد الله سبحانه وتعالى، وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم عليه السلام بنوا هذا المبنى، هذا البيت، أن لا يعبد إلا الله عز وجل، كما في البيوت الأخرى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأود أن أشير إلى نقطة مهمة، بأن هناك اليهود وهناك النصارى ويقولون نحن أولى إلى إبراهيم عليه السلام، ولكن الله عز وجل علم سيدنا إبراهيم أنه ذريته ليس هم أولى به، قال: لا ينال عهد الظالمين. فبعدما تعلم سيدنا إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني. أيا كان من أي شعب من الشعوب، لا سيما أنه يتبع إبراهيم عليه السلام فإنه منه. فهؤلاء وقول سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم يعني في الآية القرآنية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا أول وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. هذا الذي نعيشه. نعم. ونريد أن نحس به حينما نطوف حول الكعبة. نعم. نتوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى. فقال عز وجل في آية أخرى تصديقا لما قاله إبراهيم عليه السلام: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، للذين هم من ذريتي أولى، للذين اتبعوه ليس بالنسب، يعني ليس بالنسب. نعم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به نسبه لم يسرع عمله، لم يسرع به نسبه. دعنا دكتور نتوقف عند طواف عند طواف القدوم. نعم. هناك من يأتي مباشرة إلى الحج فبالتالي عليه أن يبدأ بطواف القدوم، وهناك مثلنا من جاء قبل أيام وبالتالي قام بعمل عمرة التمتع، وبالتالي هل تجزئ هنا عمرة التمتع عن طواف القدوم لأنه قام بالفعل يعني الطواف حول الكعبة؟ طبعا حينما يأتي الحاج ويبدأ بطواف القدوم وبعدها يسعى بين الصفا والمروة، إن كان هو من يفرد فلا يتمتع بحجه هذا. نعم. فالذين يتمتعون بحجهم هم من سوف بعد ذبح الهدي بعد الوقوف بعرفة، هم من سوف يسعون مرة أخرى بين الصفا والمرة تمتعا لحجهم هذا. فالسعي هو بعد الطواف وكأن الإيمان والعمل الصالح. نعم. بعدما تعلن أنك لا تعبد إلا الله سواه، لكن قال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هناك فتن في الحياة، فسوف يتعرض الشخص إلى مضايقة، إلى مصائب، وماذا سوف يعمل حينما يتواجه بهذه المصائب؟ هل يسلم نفسه لله سبحانه وتعالى أم لا، ويسعى ويتدبر أم لا؟ فالسعي نتعلمه من سيدنا هاجر، لأنها حينما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذا المكان سألته: إلى من تكلنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذن فلن يضيعنا الله. هو هذا هو التسليم لله عز وجل. نعم. رغم أن الظروف كلها قاسية ولا أمل في هذا الوادي بواد غير ذي ذرع، فعلينا أن نتعلم من السعي. ونحن الآن يعني للشيء بالشيء يذكر، هي ساعات في الصحراء القاحلة دون ماء ودون ظل.
نحن نسعى الآن في التكييف وعلى البلاط ونشكو من الزحام ونشكو من العرق، يعني هناك مشاهد متناقضة أو في قمة التناقض في هذا لكننا الموضوع، لكننا نريد أن نتعلم نفس المضمون حتى أننا لما نرجع إلى الحياة فحياتنا ما زالت مستمرة. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، والتسليم هذا هو نريد أن نسلم لرب العالمين. قال إبراهيم عليه السلام حينما وصى به بنيه ويعقوب لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالحج من الحج نريد أن نتعلم التسليم لله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل إلى النقطة الثانية وهي يومنا هذا واليوم الثامن وهو يوم الذهاب إلى منى أو في المساء الذهاب إلى عرفات. ما هو الفرق؟ لماذا يذهب البعض إلى منى ويذهب البعض إلى عرفات؟ طبعا في الحج حينما تريد أن تستكمل وتحقق كل المناسك بكل دقة فهناك البعض منها أساسية والبعض منها من السنة النبوية، فالبعض يتوجه إلى المبيت بمنى وهي سنة، والبعض يتوجه إلى عرفات للوقوف بعرفة وهو الركن الأساسي. الحج عرفة. الحج عرفة. طيب فالله سبحانه وتعالى جمعنا في ذلك الصعيد للعرفة. وماذا يعني ما معنى العرفة حينما نجتمع هناك؟ في حديث قال الله في حديث قدسي قال الله سبحانه وتعالى وهو يتباهى بالملائكة بأهل السماء قال انظروا عبادي أتوني شغثا غبرا. فنحن نأتي ونجتمع ونأمل من الله سبحانه وتعالى كي يغفر لنا، كما جاء سيدنا آدم عليه السلام حينما تلقى كلمات من ربه وجاء وبنى الكعبة جاء نادما من ذنوبه وجاء مستغفرا. فنحن أيضا نأتي بنفس النفسانية كما قال الشاعر إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب. ونحن نقر بالذنوب ونعترف بذنوبنا. فقال البعض سمي عرفات بأن الشخص يعترف بذنوبه أمام الله سبحانه وتعالى. فنحن تعلمناه من آدم عليه السلام حينما اعترف بذنبه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن الشيطان لم يعترف وقال أنت، قال فبما أغويتني، أنت الذي جعلتني أذنب، لذلك هذا تحمل مسؤوليتك. لكن آدم عليه السلام قال أنا الذي ظلمت نفسي. فنحن نقر بذنوبنا ونأمل من الله سبحانه وتعالى المغفرة. وقال الشاعر فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك، كما قال سيدنا آدم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي نحن في ذلك الوقوف بعرفة نأمل المغفرة سبحانه وتعالى من الله عز وجل، وكأنها الخروج قبل الخروج الأخير قبل الجسر أو قبل الكوبري أو سميها قبل الموت. ونحن في لحظة أخيرة نأمل من الله عز وجل أن يغفر لنا في ذلك الموطن، كما سماه إبراهيم عليه السلام ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. البعض يعني قد يصف المشهد في عرفات ونحن كل الملايين يقفون بنفس اللباس وبنفس المشهد وعلى نفس المكان، ربما أقرب الصور إلى يوم القيامة، الكل يقف أمام الله سبحانه وتعالى متجردا. يعني المعاني الرئيسية من هذا الوقوف في عرفات، وستكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك ومع يعني أساتذة آخرين لنتكلم عن بقية التفاصيل والأعمال في الحج، يعني الغاية والمقصد من الوقوف بعرفة بهذا الشكل. الغاية والمقصد من الوقوف بعرفات وخاصة من جميع أعمال الحج هو التوبة والاستغفار لله عز وجل. قال جل وعلا في حديث قدسي انظروا إلى عبادي وهو يتباهى بالملائكة سبحانه وتعالى أتوني شغثا غبرا. هم أتوا إلى هنا ويأملون المغفرة من الله عز وجل، كما أتى سيدنا آدم عليه السلام حينما تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. وأظن أن من ضمن ذلك الكلمات هو بناء أو تأسيس الكعبة والمجيء إلى هنا أو إلى عرفات أيضا. فنأمل من الله سبحانه وتعالى المغفرة في ذلك الموطن ونقر بذنوبنا. والبعض يقول سمي بعرفات لأن الشخص يعترف بذنوبه أمام الله عز وجل، كما اعترف به سيدنا آدم حينما قال وزوجته معه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ركن الحج من ضمن الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام
وهو الركن الأكثر شروطا تصل إلى شروط الشديدة والصعبة على المسلم. المسلم يصلي ببساطة، يصوم ببعض الجهد البسيط، يزكي ببساطة، التوحيد طبعا مجرد تلفظ باللسان ويقين في القلب. لكن الحج يعني حتى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الجهاد، يعني الثواب لمن يؤدي هذه الفريضة أو الأجر لمن يؤدي هذه الفريضة على النحو الأمثل لها. طبعا الحج المبرور، فنحن نأمل من الله عز وجل أن يكون الحج مبرورا، لأن الإخلاص هو الأساس في الحج. لذلك قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون مخلصين في أعمالنا هذا، رغم الظروف السيئة ورغم التعب الذي فيها، لكنها بالأساس الحج يضمن كل أنواع العبادة، ففيها الطواف، وفيها الاعتكاف في البيت، في بيت الله الحرام، وفيها الصلاة، وفيها السعي بين الصفا والمروة، وفيها الوقوف بعرفة، وفيها الصدقة، والذبيحة، نعم، والذبيحة أيضا، نعم. فهي وكأنها التكرار بجميع أعمال العبادة والتعبد إليه سبحانه وتعالى، الركن الشامل يعني في الركن الإسلام. الشامل، نعم، نعم. الركن، نعم، الشامل لجميع أنواع العبادة. يبقى نقطة أخيرة، وهي ربما تظهر كثيرا في السنوات الأخيرة، يعني كيف على المسلم أو الحاج أن يلتزم بمبدأ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه؟ يعني كيف يستطيع المسلم أن في ظل هذه الضغوط التي نتكلم عنها من حرارة الجو أو من مشقة السفر أو من الزحام الشديد، كيف يستطيع أن يوازن ويخرج من حجه كيوم ولدته أمه؟ نعم، يخرج من حجه كيوم ولدته أمه كأنه يرجع إلى إعداداته الفطرية أو إعداداته الخلقية. فنحن نقول البداية النية هو الأساس، لأن الأعمال بالنيات. فقد يتطرق الشيطان إلى أي شخص، قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيأتي الشيطان، وعلينا أن لا ننسى الجمرات، رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات، لأن الشيطان يريد أن يعارض أي عبادة يسلم أو يخلص فيه الشخص إلى الله سبحانه وتعالى. فبداية النقطة الأساسية وقبل الإحرام البدء بالنية الخالصة: أتينا لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا للسمعة، لا لطلب السمعة ولا الرياء. فمن البداية نحاول أن نشعر بالتسليم لله سبحانه وتعالى، كما فعل إبراهيم عليه السلام حينما أتى إلى هذا الموطن، كما فعلت هاجر حينما استسلمت لله سبحانه وتعالى وسعت بين الصفا والمروة. لماذا يطلب من الله سبحانه وتعالى وجعله من ضمن المناسك أن نسعى بين الصفا والمروة؟ وقص علينا قصتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: حينها ذلك سعيكم، أي بمعنى أنكم تقلدون هاجر. فالاستسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى والعلم بأنه يدبر الأمر، فسوف نعود من الحج إلى حياتنا، وحينما نتضايق في أي موطن نذكر تلك الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما جعل سبحانه وتعالى لسيدتنا هاجر الفرج والمخرج، ونحن نشرب منه الآن من ماء زمزم. نعم، بارك الله فيكم دكتور، أستاذ الدكتور خالص أيديمير، عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا، بارك الله فيكم وتقبل حجكم، وشكرا لكم مشاهدينا، وعودة إليكم في برنامجين صباح. شكرا لكم ولكل الزملاء، وإلى اللقاء. شكر موصول، والأماني بالقبول لموفدي ترتي عربي إلى الأراضي المقدسة. نسألهم الدعاء ألا ينسونا بين يدي الله، وهنيئا لمن يسر الله له هذا السبيل كي يكون ضيفا على بيته المعظم المحرم، بكل هذه المشاعر العظيمة التي يلتقي وإياها قاصد بيت الله الحرام، بما يؤدونه من نسك بدءا بالإحرام وحتى الانتهاء بطواف الوداع، رحلة إيمانية بتفاصيلها الرمزية والدينية ومعارفها والمشاعر والنسك والمناسك التي يمرون فيها وعليها، يعود الإنسان كأنه وقد ولدته أمه متبرئا من الذنب.